واول مره جيت لهذه المنطقه وانا فرحانه بزاف اللي جيت. هما هنايا تبارك الله من الحضور الجزائري وتحيه للمشاهده 48. معكم اختي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد وجوله جديده في المنطقه الحدوديه ما بين المغرب والجزائر. اليوم جينا نشوفوا الاجواء من بعد دخول المدرسي وعوده الجاليه ونهايه فصل الصيف. نشوفوا الاجواء هنايا ونشوفوا واش باقي داك الاجواء اللي كانت هنايا في الصيف وكانت الدعوه هنا عامره بزاف. خليكم معنا نمشيو نشوفوا، وقبل ما نمشيو تبارطاجيو الفيديو مع احبابكم واصحابكم. يلا نمشيو يلا. فوالا الاجواء دوا خوات شويه، ما بقاتش كيما كانت في الاول الصيف عفوا، ولكن واخا كاين الناس هنايا كيتصوروا دائما بالرايه الوطنيه، وحتى في الجهه المقابله راه كاين تما الناس تاع الجزائر. غنقربوا شويه باش نشوفوهم تاهما. فوالا هذه الجهه الاخرى كما كتشوفوا راه كاين تمايا الناس تاهما كيتصوروا. اما الناس عاد كيريضوا هنايا بالسياره، يعني كيريضوا واحد شويه يتصوروا وكذا ويمشيو. ها هو الحديد تبارك الله. هنايا هاد الصخره هذه شوفوا تبارك الله قداش فيها واحد الحفره لهيه هاد الفوق، تما واحد يتمازك داير. وكيجيو هادوك لي بيس تاع الترونسبور توريستيك، هما ريض واحد البيس دروك. هنايا كاين هاد الاخر داير هنايا هاد اتواش، صراحه ديكورات زينين. اللي بغى يشري معاه شي تذكار ولا شي حاجه يديها معاه. هما هنايا تبارك الله. ربي انا اسماء امين، اول مره تجي لهاد المنطقه. جيت في رحله مع مجموعه ديال المهندسين ديال المعهد حسن الثاني والزراعه والبيطاره. المهم مجموعه تتسمى جدي زناف. دابا حنا في رحله غادي للسعيديه، واول مره جيت لهاد المنطقه وانا فرحانه بزاف اللي جيت، باش نقول الصحراء صحراؤنا والملك ملكنا، وتنفتخر بهذه القضيه وتنقول عاش الملك عاش الملك عاش الملك، ان الملك ديالنا غزال، وتنطلب له الشفاء وتنطلب له الصحه والسلامه، والله ينصروا على الاعداء ديالو، وتنطلب له الشفاء العاجل. ايوا هو هذا الشيء اللي كاين. صحراء صحراؤنا والملك ملكنا، هادشي اللي كاين. واللي يريد هنايا وبغى يدير شي قهيوه، راه كاين واحد الاخ هنايا يدير القهيوه. داكشي انا راني شميت الريحه من البعيد وجيت هنايا باش نشوف واش عنده هنايا. المهم هنايا الكاطو كاين كذا، المهم قهوه باينه رائعه غير من الريحه، انا راني شميت الريحه وجيت. هو كاين غير هنايا. ولكن ما شفتوا الناس كيجيو هنايا من داخل كازا الرباط. تحيه للناس كازا والرباط وكاع المدن المغربيه. فوالا هو البيس اللي جاو فيه، والناس هما يمشيو كيريضوا يتصوروا من بعد يمشيو عاوتاني يجيو اخرين. المهم تمنايا وقلت نبارطاجي معكم عاوتاني هاد الاجواء. هي هما الناس عاوتاني كيجيو. نزيدو شويه عن الطريق الى شي واحد بغى يعطينا شي كلمه ولا. الشباب راهم هنا يتصوروا. ثم من كازا ياك؟ مرحبا بكم. السلام عليكم، هذا ديديكا سبيسيال عند خوكم زوير مخلص. الناس قريعه توجور اواخر، كازا بلونكا حاكم العالم والقريعه. الحضور الجزائري وتحيه للمشاهده 48 وكاع المدن المغربيه. وراه الاعلام تاع المغرب ها هو، وهادو الاعلام تاع الجزائر. هما الناس تمايا حتى هما جالسين يتفرجوا فينا وحنا نتفرجوا فيهم. هنا اخوتي نكون وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو خفيف الدريس. شكرا لكم على المشاهده، ما تنساوش تبارطاجيوه مع احبابكم والاصدقاء ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.